أريانو، تهانينا على هذا الفوز. المرة الأولى في نهائي الشامبيونز ليج تسجل هدفين وهدف في جولة الذهاب. صف الأحاسيس، نحن سعداء جدا بما حققناه اليوم. لقد كانت مباراة صعبة مرة أخرى. سجلنا في لحظات حاسمة وصنعنا الفرق، ولكن علي أن أقول لك أن الكثير من المتابعين الجزائريين فخورين بك أنت كجزائري. شكرا لك. هذا هو الهدف المنشود بالنسبة لي، أن أفخر بأني جزائر وأجعل الجزائريين يفخرون بي. أنت العربي الأول الذي يسجل في مباراة الذهاب والإياب، هذا شيء جميل لي كلاعب عربي، والإحصائيات تشرفني. ولكن هناك المهم والأهم، والأهم هو الذهاب إلى النهائي. أنت تنتظر نهائي إسطنبول على أرضية ملعب كمال أتاتورك. لا أعرف، الآن سوف أستمتع بالفوز، ولكل حادث حديث سوف نتحدث عن النهائي حينما نصل إلى النهائي.